متابعي عالم الصباح لليوم مع محطتنا التاليه دكتور غسان وضيفته لليوم خلود، نتعرف عليهم اكثر مع صعب كثير. غسان صباح الخير. صباح النور غاده، كيفك اليوم؟ ماشي الحال. خلود صباح الخير. صباح الخير يا خلود. صباح النور. بدك تعرفنا على ضيفتك. وي تفضل غاده. قبل بس انا بدي اقول لكل مشاهدينا الاعزاء انه رقم الواتساب عم يمرق على الشاشة، فإذا بحبوا يتواصلوا معنا، كل حدا عنده حاجة خاصة وبحب وعنده شيء عن جد يطلعوا، ومن خلاله نقدر نبرز المواهب والمهارات اللي عنده إياها، أو نقدر نوصل مساج، بقى بليز يتواصلوا معنا. أكيد مرسي أكيد هذا. بيبعتوا لنا، وكل حدا كمان عم يهتم، بهمنا نعرف الناس كمان يلي موجودة وعم تشتغل على الساحة وعم تدعم هالأشخاص هول وعم بتطلب لهم بحقوقهم. صح صح. ثانك يو غادة. تفضل. أنا بدي غادة اليوم رحب معك بضيفة عزيزة خلود. بونجور. بونجور. خلود صبية طموحة رفضت تنعزل بالمجتمع وقررت أنه تندمج، وهالاندماج يكون من خلال تحقيق مستوى أكاديمي كتير حلو. هلا رح نتعرف عليها أكثر. خلود حجار، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. خلود، عارفين أول شيء عن حالك؟ أنا خلود درست، أول شيء أنا صغيرة درست بمدرسة داخلي ببعبدة، هي مدرسة لبنانية للضرير والأصم. أقلمت، هلأ أنا حطيت مدرسة داخلي لأنه تعرفوا من زمان أهل كان في، يعني ما كان بيعرف كيف يتعامل مع أشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة. صح. فدلون على المدرسة وطلعت لفوق لحديت ما خلصت الترمينال. وبالسكوند أنا اندمجت بمدرسة عادي بالأشرفية. برافو. عظيم. كيف كانت هالتجربة؟ حلوة كتير، لأنه أول شيء تظهري على مجتمع تاني وتتعرفي على ناس جداد، إنه تعيشي حياة عادي يعني. أنت يعني خلود، أنت ما فكرت إنه واحد يندمج مع مدارس عادي؟ ما أنا بقول إنه لازم ما يعزونا بمدارس. لا لا لا، أنا ضد، يعني الواحد هو صغير أحسن يكون بمدارس عادي، لأنه بتقوى شخصيته أكثر من يكون بمدرسة داخلي بعدين يروح على مدرسة عادة. نعم، ويمكن بيكتسب طريقة بالتعامل مع الآخرين بطريقة أسلم. أكيد. صح. صح. خلود، شو عملت بالجامعة؟ أنا فتت على الجامعة الأي يو اس تي. نعم. درست ترجمة. ترجمة، برافو. ترادكسيون. ترادكسيون. برافو. وشو يعني ليه عملت ترادكسيون؟ شو كان طموحك للمستقبل؟ أنا كنت حابة أعمل صحافة بس ما صبطت الظروف، فعملت ترجمة. قلت كمان بما إنه أنا ما بقشع فالترجمة كثير مهمة. للأشخاص اللي ما بيقشعوا، يعني إذا ما لقيت شغل بقدر أشتغل أنا بالبيت. صح. فهيدي كتير مهمة يعني. نعم. وأهلي أكيد كان لهم دور يعني بكل ال شجعوك تعمل ترجمة. هن شجعوني أعمل ترجمة يعني. تريبيا. خصوصا إذا كانت موضوع ترجمة فورية وهيك يعني كمان بتسرع دغري بتعمل يعني. صح. بنفس الدقيقة. هلا أنا بالليسونس عملت ترجمة شاملة يعني فوري وكتابة بعدين. بالجامعة بتعملوا اول شيء يمكن كل شيء تتخصصوا بالعام، بعدين بتتخصصوا بشيء معي. اوكي مزبوط. نعم. شو الصعوبات اللي واجهتيها بالجامعة خلود؟ يعني انت يعني بتصور هالسنة تخرجتي؟ صح. تخرجت بالفول هلا بس. برافو برافو. بالفول هلا. والصعوبات انه كان في اكيد، لانه في اساتذه ما بيعرف كيف يتعامل مع شخص عنده اعاقة، فما بيتقبل اول شيء فكرة انه شخص ما بيقشع، يعني بدل بتحكي معهم مره مرتين مرات بيقولوا لك انه راح غير اختصاصك، ما بدنا اياك بالصف معنا مثلا. اوف. ايه هيك انا وصلت معي يعني، قالوا لي هيك. لانه ما بيعرفوا يتعاملوا او لانه في صعوبه معينه؟ ما عندهم فكره يعني. ما بيعرفوا، ما عندهم فكره، وما قايلين انه ما حدا قايل لهم مثلا انه ممكن يكون في اشخاص هيك، او هن بيقولوا لك انه هذا المجال صعب عليك، روح اعمل شيء ثاني. اوكي. بس انت اكيد وقتها فت عليك انت عارفه انه قدرت تحققي نجاح فيه. اكيد. ومشيتي فيه. ومشيت فيه. لانه هي قررت بدها، خلص وقتها واحد بيقرر ما في صح. شيء. صح صح. هلا اكيد تلاقي وفار سيفولوار. ايه. واثبتي لهم انه قدرتي. ايه. برافو خلود، هيدا المهم، هيدا المهم. طب وغير صعوبات خلود؟ يعني غير التواصل، يعني التواصل يعني المواصلات. نعم. يعني بالمواصلات على الطرقات. ايه على الطرقات وبالجامعة، لانه كل صف بمبنى بتقلط شوارع واوتوسترادات، وهيدي كمان كتير ثقيله كانت لنا. كمان يعني ما عاملين بعين، مش اخذين بعين الاعتبار، ما اخذين بعين الاعتبار الاكسسبيليتي، لا ما اخذين بعين الاعتبار الوصول لذوي الحاجه الخاصه. هلا مش انه في بيساعدوا يعني، بس انه اذا كانوا كل الصفوف بنفس المبنى بيكون احسن. صح.
بس انا قصدي هلا هن بيساعدوا اكيد هيدي من نخوتهم و... ايه اكيد. بس هي المبنى منه مجهز؟ لا لا منه مجهز. منه اوكي هذا اللي بدي اعرفه. لا منه مجهز منه. منه مجهز. لا في عقد ثانيه وهيك بس منه مجهزين بعد. نعم نعم انا هذا اللي دائما بقول الخلود لانه عم دائما بسال لانه دائما بنحب نشدد انه دائما صرختنا انه يا ريت كل هالمباني بالجامعه بتتجهز لذوي الحاجات الخاصه. صح يا ريت هي عن جد لانه متعب كثير يعني. صح صح بس ما رأيتي فيها بالرغم من كل هيدا الشيء ما رأيت. ما رأيت فيها اكيد. خلص هلا راحت وانا افكر هلا لقدام يعني تخرجنا بدنا نبلش نفتش شغل على شغل اكيد. صح هذا اللي بدي اساله خلود اللي عم تقوله غاده عم نفكر لقدام وشغل شو مطمح نعمل لبعدين؟ انا هلا عم شوف وظيفه. نعم مفتش يعني. وين بتتصوري ممكن انت تلاقي حالك خلود باي وظيفه؟ يعني انت برافو حققتي حالك اخذتي شهادتك. اكيد هلا انا بحب اشتغل بالترجمه هلا بس أوكي. بحال انه ما لقيت شيء بالترجمه بنشتغل انه اللي بيطلع لي وبقدر اشتغل فيه. صح حاعطي يعني. لا بس شغل بالترجمه بلا فيها ما هيك؟ فيها اكيد فيها انه موجود ومطلوب كثير. صح الترجمه مطلوبه. صح ايه صعب يعني حتى يتلقى اشخاص هالقد انه عندهم. بس هلا بيتكلوا صار على جوجل ترانسليت اكثر من هيك العالم. لا هلا بجوجل بتاخذي كلمه كلمتين ثلاثه بس مش قصدي انه بسمعوا من العالم. لا 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 بحاجه لهالاشخاص بمؤتمرات بندوات حتى بيكون في كذا حدا عم بترجم على كذا لغه بنفس الوقت. ان شاء الله. ايه اكيد ان شاء الله. انتبهتي غاده قد ايه نحن اللبنانيه صار عندنا هالسهوله انه اذا مش بتخصصي شو ما كان. ايه لا انا تعبتي وعملتي وبشي يعني مطلوب. مظبوط. فخليكي لحتى تقدري انه ما حدا يحط لك براسك انه يلا شو ما كان. مظبوط. خلود يعني انت مثل ما قالت غاده انت المرحله الاصعب اللي هو التحدي الاكبر وين كل الدكاتره عم بيقولوا لك لا قلت لهم ايه ومشيتي وحققت خلصتوا هلا ارجو السما. ليه بدنا نوقف نقول غير شيء؟ لا لا اذا لقيت اكيد ما عندي اكيد طبعا اذا لقيت ما راح اقول لا. صح اكيد اكيد. خلود شو عندك هوايات ومهارات هيك خارج عن الجامعه؟ انا بدي موسيقى. اها على كمان شو على ايه فيولون؟ حلو شو كمان؟ قد ايه صار لك بدق فيولون؟ من زمان يعني كنت صغير كثير. وسباحه وحلو اقرا. برافو برافو برافو. بدي وجه انه تحيه لاهلي عشان هن شجعوني حتى اتعلم موسيقى. انا بدي احييهم معك الله يخلي لك اياهم يا رب. وهن دائما بيشجعوكي بالاشياء كلها صح؟ ايه اكيد يعني هن اللي بيساعدوني لحتى نخلي العالم تتقبلني تقبلنا يعني بالمجتمع. صح لانه المجتمع بيستحي فينا. صح يعني في كثير بيستحوا فينا او بيستحوا يحكوا معنا يعني أو بيعتبرونا شيء ناقص ناقص بالحياه انه نحن بس انه ما بنقشع يعني مش انه عندنا هن بيعتبروا هيك. ايه هن الشيء حقيقه اكيد نحن عالم عادي يعني كل العالم نحن عادي بس يا خلود كل العالم كل العالم عالم بدي الانسان انسان شو انسان هيك كل العالم نفس يعني كلنا عالم بالنهايه ما في كلنا خلقنا نفس الشيء وكلنا رايحين نفس الشيء. صح صح بس يا ريت المجتمع يتقبل يعني هيك بلش من العائله صح عائلة والاصحاب. انا هون خلود بدي مني كلمه للعيال للي حدا عم بيسمعنا للاهل للاولاد اللي عندهم حاجات خاصه شو بدك تقولي لهم؟ بدي اقول للاهل اذا عندهم اولاد عندهم احتياجات خاصه ما يخلون ما يعزلون عن العالم لانه لازم يطلعوا على المجتمع يشوف العالم لوين وصلت يعني نحن كلنا عم نوصل في ناس وصلت اكثر منا كمان فما يعني يعزلون حرام لانه يمكن هن يكون عندهم قدرات وهن ما بيعرفوها لانه ما بيعرفوا يتعاملوا معها. فلازم يسالوا ويعرفوا لحتى يوصلوا اولادهم يشجعون دائما يشجعون ويطلقون بقلب المجتمع لازم وما يخلوا العالم يسيطر عليهم على انه منكم باشي انه خلص خليه بالبيت. صح خلود كيف بدنا نحصن حالنا؟ انت من وراء خبرتك يعني انت رحتي على الجامعه سمعتي كلام اوقات يمكن بتصور جارح اوقات ويمكن اوقات ثقيل واوقات كيف حصنتي حالك تما تعودي تتاثري؟ يعني انت عم تقولي انا ما لازم يتاثروا بس انا اذا بيسمعوا نصيحه منك تما يتاثروا اكيد انا اول شيء قويت شخصيتي قلت انا خلاص ما لازم انه اكون حساسه لازم شو ما يقولوا لي اتقبل ورد لانه لازم رد لحتى اكون انا يعني فرجيهم انه انا عادي حلو ف
صرت هيك اعمل، يعني مين ما يحكيني رد له نفس الطريقه، انه ايه انه انت عميه، انه اذا كنت عميه انت ممكن انت شي يوم تعمل حادث وهيك تصير. يعني انا مش حاجي لك انت وسام بكره، انت ما بتقشع. صح. ايه صرت قوي حالي ويا ريت انه كل العالم ما بيتاثروا بالحكي العالم، لانه لازم نحن نوعي المجتمع انه ما نتاثر بالحكي. صح. وشو أسلم طريقه خلود تنقل له نحن هون ونترك هيدي البصمه اللي انت عم تتركيها هلا؟ الوعي. الوعي حلو، يعني لازم يكون في وعي عند الناس. حلو. ولما يكون في وعي خلص بس. صح صح صح. ويمكن على الارض نفرجيهم قد ايه مثل ما انت حققت هالانجاز ووصلتي. ايه صح. اكيد الدكاتره كلهم اللي هلا عم بيقولوا شافوكي خلص رح يقولوا لا نحن غلطنا بمطرح ما كنزن الا ما رح توصلي. صح صح. وجهوا اعاده قراءه فحص لضميرهم لذهنيتهم انه ليه كانوا هالقد سلبيين. ايه اكيد. انا اكيد في اعاده يرجعوا يفكروا باللي قالوه لانه شافوكي قدامهم قد ايه انت حققتي ووصلتي. صح؟ اكيد. خلود شو بدك تقولي كلمه للاشخاص اللي عندهم حاجات خاصه؟ هو للاهل اول شيء انه يتشجعوا، للي عندهم حاجه خاصه، شو بدك تقولي لهم؟ الاشخاص اللي عندهم حاجات خاصه اول شيء لازم هن منهم اول شيء يبلشوا من حالهم يوعوا العالم. نعم. وما لازم يأسوا من حالتهم. حلو. وما يستحوا بحالهم. حلو. يعني اول شيء التوعيه الذاتيه. اكيد. بتنطلق منهم هن. منهم هن، هو الشخص هو يعني بيوعي العالم، مش انه العالم بدها توعى لحالها. حلو حلو خلود، وهيدا اللي عم نعمله بهالفقره يا خلود، انه كل هالناس بقى اللي عم تسمعنا يوعوا انه ذوي الحاجات الخاصه عندهم مهارات ومواهب قادرين يكونوا مثل كل الناس. صحيح. صحيح. واكثر حتى وقت. ميرسي لك خلود، اهلا وسهلا فيك. خلود ميرسي لك، شكرا لحضورك. ميرسي غاده. ميرسي لك غسان. ثانك يو غاده. الاسبوع الجاي ان الله راد رح نتوقف مشاهدينا بريك صغير، خليكم معنا.